راح اسوي شوكولاتة كوب كيك بالشوكولاتة هذه، وراح احشيها بالشوكولاتة الهيرشي. راح اسويها كوب كيك طبعا بتبع الطريقة اللي مكتوبة، واخلطها واجيكم. نحط الشوكولاتة جوتها، كل واحد نحط فيه قطعتين. ندخل الفرن. هذه الكب كيك جاهز، شايفين؟ راح ازينه بالشوكولاته وبكورن فليكس شوكولاته، عشان كورن فليكس صحي. هذا اللي هو هذا راح احطه على الوجه. عندي هنا شوكولاته ذوبتها في حمام مائي، راح انزلها. طحنته شويه لما يكون مطحون أحسن. هذا الكوب كيك صار جاهز مع ألف عافية. بس واحد معاكم، شايفين؟ مع ألف عافية.